ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد السعيد، برجو فيديو جديد، خبر عاجل. انا لسه صاحي من النوم، وشي شبه انجري بيرد. انا لما بصحى من النوم ببقى كده مش اللي هو يوم جديد يوم جديد. عارف انت لما يبقى معاك مج نسكافيه بس اللي جوه مش نسكافيه، ساعتها يو فيل لايك انجري بيرد. تاني والله حاسس ان انا بشرب عصير بقسماط، في حاجه غلط. مبسوط جدا بتعليقاتكم الفيديو اللي فات، كومنتس البسيطه اللي انا كنت عايزكم تعملوها، وهي قال لي الوداع وانا اقول له ايه هو الوداع، يتقال في ايه، طب اختارني ليه واخترته ليه. بشكركم كلكم، يعني بصوا الكومنتس كل الناس قالتها عادي، مفيش كسل، انا بحييكم، عاشوا ربنا. النهارده جايب لكم ابسط كومنت ممكن يتقال، ابسط من اللي قبله واللي قبله. الكومنتس بتاعنا النهارده بقى هيبقى يعني بصوا، انا بحب روح المشاركه، انا بحب قوي يعني انا اجتماعي. الكومنت بتاعنا النهارده، حد هيكتب ايه ده كل ده، فحد في الريبلاي يكتب له انا قلبي دق ده، فحد يرد عليهم تالت انا حالي مش تمام، حد رابع يخش يعمل لهم ريبلاي يا حبيبي مش بنام، ممكن حد خامس يكتب وممكن حد سادس يكتب حس بيا يا جميل، وممكن حد يكتب ايوه اكتبوا لي اغنيه. يعني انا عايز الفيديو ده في كل لاين اغنيه كده، يعني بار اغنيه وحد يرد عليه بالباقي باللي تحتيها، هكذا زي ما ببصكوا بالفيديوهات دي. ابسطوني بالكومنتس دي، لان انا بجد وانا بسوايب كده يعني بقرا الكومنتات بفطس، انا بلاقي حد فعلا كتب لي قال لي الوداع انا اقول له ايه، ولا يا جدعان جامدين فشخ. انا بتبسط، دي اكتر حاجه ممكن تبسطني في الدنيا. تخيل عملتولي رديته على بقى، يا نهار مزاج بقى كده، واقعد اشرب شاي وانا بتفرج على الكومنتس بتاعي. يا لهوي. وما تنساش ترزع اللايك بتاعك، تعمل سبسكرايب للفيديو ده عشان نوصل للمليون ان شاء الله، قربنا خلاص. وغالبا الفيديو ده هينزل هنبقى 800 ألف ولا لا معرفش، بس لو وصلنا لل 800 ألف ف طيب. الفيديو بتاعنا النهارده عن فيديوهات بتتصور في مكان اسمه السوق الشرقي، ده في منطقه عندنا في عارف ايجيبت وفي مصر، فهو في ايجيبت اسمه السوق الشرقي، ده في الرحاب، وفي فيديوهات عباره عن الاكسبلور بتاع التيك توك لايف. يعني ده المكان اللي غالبا لو تيك توك بقى موقع حقيقي في الارض الواقع هيبقى في السوق الشرقي الرحاب. عارف انت زي فيسبوك لما يبقى في ارض الواقع هيبقى في فيسبوك، لو في الارض الواقعيه هيبقى في امبابه، مش حاسس ان فيسبوك امبابه قوي. انستجرام طبعا معروفه بيبقى التجمع، السناب شات ده دول الخليج، بحسه مثلا جنب برج خليفه سناب شات، بتلاقي مبنى اسمه سناب شات. يوتيوب ده بحسه عارف انت اللي هو المكان حديقه الازهر حاسس يوتيوب ده اللي هو المكان الطيب، اما بتعطل بتروح له، زي ما بتخش يوتيوب عشان تعرف طريقه عمل اي حاجه في اي حته. افتكر زمان ان حد قبل كده دخل يعرف ازاي يعمل عمليه في اسنانه حرفيا وهو قاعد في البيت، ساعه ما كنا فيه كورونا ومش عارف ايه. يوتيوب ده حد جدك. تليجرام ده المكان اللي هو بيبقى دولاب، فاهم؟ تليجرام ده اللي هو حد مش سالك كده، مكان مش سالك فيه حاجات، عمليات خطر بتحصل فيه، المكان اللي هو وكر. المهم يعني ان في مكان في الرحاب اسمه السوق الشرقي ده التيك توك، فاحنا في فيديوهاتنا كده طلع لنا كام فيديو اتصور هناك وما اتكلمناش عن الموضوع بشكل منفصل، فسبحان الله دلوقتي السوق الشرقي اللي طلع معانا في كام فيديو ده طلع ترند، فبما اني اول حد اتكلم عنه في قبل كده، فالنهارده هنشوف الترند ونشوف بقيه من شنكو. بصوا يا جدعان، السوق الشرقي عباره عن ايه؟ كله شبه بعضه، كل البنات شبه بعضها، نفس تسريحه الشعر، نفس كل حاجه، نفس الكروب توب مثلا زي البنت دي. نمل. الزحمه دي ليه؟ ده تجمهر السوق. بصوا تعالوا اعدلكوا كام واحد عامل الحلقه دي، ادي 1 2 3 4 5 6 في يعني الكواليتي كمان مش سامحالي اشوف تاني، بس بصوا ده اللي في مرمى عيني. كل دول رايحين يطلعوا اكسبلور هناك، رايحين يصوروا تيك توك في المكان ده، والامن طالع بقى. لا ده احنا الامن غالبا، انا الامن. هو فين السوق الشرقي ده؟ في اسكندريه؟ واحد بيقول له في النار، واحده كمان بسكوته مش فاهمه ايه السوق الشرقي وايه العيال دول كلهم وبيعملوا ايه؟ ده الموضوع عارف امك لما تتصل كده ايه الحقوق؟ انت فين يا ولد؟ ما ده مكان زي مول كده موجود في الرحاب، بس للجماعه بتوع التجمع ومدينتي والناس دي، بس بيحصل فيه جاجات شمال. فعيني جوجو بتقول ايه الرحاب دي؟ يا ابني انا لسه النت راكب لي امبارح. واحد بيقول وربنا انا لو مشيت في السوق الشرقي ده ابقى قللت من نفسي، انا بصلح عربيتي في السوق الشرقي ده، فانا ما بقى يعني ليه قللتني من ليه حسستني ان انا رخيصه؟ الرحاب دي يا جماعه تبع الماسونيه عامه. انا وانا صغير كان برضو احنا كنا شله بنروح الرحاب، المكان اللي هو في التجمع ده مكان ايجيبت زي ما قلت لكم. انا خايف يكون حد مش فاهم المكان ده فين، بس ده عامه مكان الروشنه يعني، وانت تينيجر وانت طفل وانت في مرحله المراهقه لسه بيبقى المكان اللي بيتجمع فيه كل الناس الروشه. فانا كان عندي بالظبط 16 15 سنة كنت اخد صحابي نروح الرحاب ونطلع على الرحاب نقعد نتصور. كان عندنا صفحه اسمها فيمس بيبل ان رحاب سيتي، وكنا نروح نتصور كده، اقسم بالله بنطلع لسنة، بنتصور طالعين لسنة ونعمل بص انا عايز اكسر الكاميرا على وشي. فانا فاهم الناس دي، انا فاهم ان هم في المرحله اللي انا كنت فيها، فمش لدرجه ان الناس يعني تقعد تهاجمهم، انا كده كده ضده يعني.
اهو ده اقل فيديو بتصور في السوق الشرقي. فبيبقوا الموضوع عندهم مين كاركتر، بيبقى كل واحد هناك من الناس دي شايف ان هو المين كاركتر، هو الشخصية الرئيسية في الفيديو، فكل واحد بيسعى جاهدا ان هو يظهر. هو مبدئين عايش الرقصه حلوه، بس انا ضدكم، ما اعرفش ليه، يمكن عشان لبسكم غريب، يمكن عشان كله يعني، يمكن ده مش مكان، بس يعني انا حاسس ان البنت مسترجله شويه، بس لولا الكروب توب، انا مش عارف هو ده كروب توب، بس ايه يعني، انا مش مرتاح لما اشوف الفيديوهات دي، ولا برتاح للناس اللي واقفه ورا، انا مش مرتاح. اهو بص، ده من كاركتر، ده دخل فجاه كده، ده اللي هو انا بقى، انا البوس، انا رئيس الفيديو ده. فيروح واحد بوس تاني داخل، لا احنا الفيديوهات دي مش مريحه بالنسبه لي، لان انا ببقى حاسس بيهم وفاهمهم. اقطع لايك في جوله اجرام، مسحت بال نفسي ابطل اتكسف للناس. بص بقى، ويتشجع قلبك وبندبك يا خصمي جوله. سيبك من الفيديو، انا عايزك تبص ورا الولد. بص عادي، واحد بيمسك بنت من شعرها وساحل امها ورا، والتاني بيرقص عادي لا يبالي، وفي اتنين قاعدين ورا عادي جدا، وده ماسكها كده، الله اعلم عمل فيها ايه بقى. لا برسمي هطير اللي قال وكتر، او هي قشطه اوكي انا جاي ارقص. وهو عادي ولا كانه عمل حاجه، دخل يرقص هو كمان. الموضوع مرعب، محدش قام حشهم ده، ولا الواد بعد ما خلص صحل في البيت جت ترقص وهو جاي يرقص. حاسس ان في لخبطه في الاعدادات عند العيال دي. واحد بيقول السوق الشرقي فين، بقول له في النار برضو، الناس موت. فالفيديو اللي انتوا لسه شايفينه ده، اللي هو الواد اللي شادد شعر البيت، خلى بقى فيديوهات السوق الشرقي كلها تفايرل. يعني في ناس بتضرب بنات هناك، في ناس بترقص مع بنات هناك، في بنات مسترجله اكتر من رجاله هناك، الولاد رجاله ايه. فابتدى الموضوع يبقى ترند، ففي ناس طلعت تتكلم على الموضوع بقى. تعالوا نشوف اراء الناس. هلو، الفيديو ده معمول للجيرلز الجايين جداد. اهمك ممكن نبطل نرقص في السوق. ايوه ممكن نبطل نرقص في السوق الشرقي. حاضر، هنبطل نرقص في السوق الشرقي على اغاني شعبي. حاضر، هنرقص على تكنو. بصوا رايي في اخر الفيديو انا هقول اختصار الاول، اعرفكم بالمكان ده زمان ايام الجاهليه يا اسطى. لا عادي، مش ايام الجاهليه، ما طب ما تكبر والله، صعدت المواضيع. ده عادي السوق الشرقي في الرهاب، يعني تقدر تروح هناك، في محلات خضار، في محلات تصليح عربيات، في حاجات، في هايبر ماركت. سوق اسمه سوق عكاظ او عكاظ. لفت نظري وانا بقرا عن تاريخ السوق ده انه كان بيتم المبارزه بين الشعراء وبعضهم، يعني الشاعر ايام الجاهليه كده كان يقف قدام الناس وقصاده شاعر تاني، كل واحد يقول بيت شعر ويشوف الافصح والاجمل من التاني. حضرتك انت رايح فين؟ انا مش فاهم. انا بتكلم على السوق الشريف في الرحاب، حضرتك عايز توصل ليه؟ كان التنافس في السوق على اللي يقول شعر احلى. بعد حوالي 1400 سنه سوق عكاظ رجع، بس بقوا يتنافسوا على اللي بيبان جسمها اكتر، واللي يبان وسط اصحابه روش وبيعاكس بنات اكتر ويقول شتايم اكتر. الله اكبر عليك. ايوه يا عم، ده انا اللي زعطت المواضيع ولا ايه؟ بترقص قدام الشباب، والمشكله ان كلهم ما يعديش سنه ال 20 سنه، يعني اندر ايج. ده باختصار سوق عكاظ، قصدي السوق الشرقي. ماشي يا عم، ماشي فاهمك. بس هو فعلا الموضوع هناك اللي هو مين اللي بيبان اكتر واحد، زي ما بقول لكم المين كاركتر. كل طفل هناك عايز يبان ان انا اجمد واحد في كل اللي واقفين دول، لان هم بيبقوا عدد، بيبقوا زي النمل بجد زي ما انت شفت. فانت هتتميز ازاي؟ فالبنت لو لابسه كروب توب مثلا لحد مكان معين، ممكن واحدة تيجي تعلي بقى، تعلي عليها وتعلي. لو واد عامل شعره لحد هنا، فممكن يخلي بقى واحد تاني يعمل شعره لحد هنا كده، ويروح حالق عليها مولت. في حاجات انا معرفش بقى ايه، عارف انت الجملة الكليشيه اللي بتتقال في اي فيديو رياكت من 2018 2019، فين اهالي الناس دي؟ ده بجد كلمة دي مهمة قوي دلوقتي. هل الموضوع يوصل ان الناس تقعد تتكلم على الترند بقى بتاع السوق الشرقي؟ لا، الشرطه تنزل هناك وتقفش العيال هناك، ده بجد. ماسكين العيال نزلوا قبضوا على شباب التيك توك، تعالوا عمالين نمسك في بتوع لايفات التيك توك، وانتوا هنا كلكم، ده انتوا يعني اللي عايز يترقى ينزل المكان ده. عامه اي واحده بكروب توب يتقبض، واي واحد عامل مولت يتقبض عليه. كل ساعه في تفتيش، مفيش. انا عاجبني قوي اللي هو بيصور الظباط وهو ايه يا ابني الجرأه دي. والله انا لما بخش على كمين يا جدعان، بمثل ان انا معيش مخدرات في عربيتي، وانا فعلا معيش مخدرات في عربيتي. عارف احساس اللي هو ايه وانا بحاول اداري الجريمه اللي انا ما عملتهاش؟ انت مطلع موبايلك وبتصوره. وانا
ماشي في الجاب المكان. يا دحيح الدفعه وانت بتدور عليه في اللجنه عشان يغششك، هو في السوق الشرقي. راح اشترى له حاجه مهلهله، لابس هلهول كله على بعضه. انا ماشي في الجاب المكان، هو خد البنوت على المقنع حضنني من هو حرفيا بدا الفيديو لقى ناس معديه وراه قاموا داخلين عزم عليهم. يعني كنا زمان بناكل اي حد يعدي اتفضل يقول له لا شكرا، هنا دلوقتي بقى بنحط الموبايل نصور تيك توك، اي حد معدي اتفضل فيتفضل يعمل معاك تيك توك. ست الموبايل لوحده بعد كده معرفش حركاته غريبه، ما تتفضلوا معانا يا جدعان تيك توك. قوي قوي اخويا اتفضل، يلا بينا نودي اخويا اكسبلور باذن الله، ترند ان شاء الله يا حبيب اخوك اهو يا حبيب قلبي ودي الدنيا. والله ده حيح الدفعه اهو، ده بجد ده يعني ده اراهنك ان هو في ثانويه عامه هيجيب 90%، بس خاب يا عيني. ما تزعلش على الدحيح لو مات، ازعل على الدحيح لو خاب. ده مش مذاكر السوق الشرقي صح. مبدئيا لبسك غلط، لازم تبقى هلهول. وبعدين استنى يا اسطى، استنى يا اسطى بالله عليك، يعني بص ده الواد رفيع، الواد كده، الواد كده، وبص لابس تيشيرت، لابس تيشيرت 5 اكس واسع عليه. انت بقى بسم الله ما شاء الله عليك يا عم الناس، انت لابس 1 اكس، يعني انت لو لبست التيشيرت اللي كان على الواد الرفيع هيجي عليك واسع. انتوا بقى ايه، انتوا مبدلين الادوار ليه كده؟ ليجسي ليجسي هو لما يعمل تيك توك يا اسطى. انت بتعمل انت دمج يا اسطى بجد، واحد بيقول دمج السوق الشرقي بجد. اهو الناس حاسه باللي انا بقوله، واحد بيقول له نصيحه انت مش شبه الناس دي انت احسن منهم، فهو بيقول له حصل. طب يا ابني انت ايه، انت حد مسك وانت بتعمل حكم؟ انت مش مذاكر، لا لا انت امبوستر، انت لا يمكن تكون من السوق الشرقي. فين المولت، فين الاوفر سايز، فين التنطيق، فين المطوه؟ انا رايي في الموضوع ده الفيديوهات زي الخرا، ترند زي الخرا. بس اهم حاجه ما ناخدش في عرض البنات اللي هم في الترندات دي اللي بيطلعوا يعملوا تيك توك هناك. ليه؟ لان يعني مثلهم هيكبروا هيتريقوا على اللي هم بيعملوه، وهم في فتره برضو فاهم يعني. انت اكيد وانت عندك 15 14 سنه ما كانش لذ حاجه يعني، اكيد كنت بتعمل حاجات هبله جدا. بس الفكره ان انت ما كانش معاك موبايل او ما كانش فيه نت، ما كانش حد بيشوف الكلام ده غيرك انت واهلك واصحابك يعني. فدلوقتي الموضوع بقى على نطاق واسع بسبب تيك توك، فانت لما بتبقى بتعمل حاجه في السن ده للاسف التيك توك ده بقى بيوريك للناس كلها، فللاسف بتبقى بتهيل بقى بعد كده لما بتكبر بشكل اصعب. انا وانا صغير فعلا وانا في سنهم كنت بعمل فيديوهات زي الخرا الحمد لله. ولو فيديو زي ده طلع ممكن احط لكم فيديو، احط لكم فيديو من اللي كنت بعمله. معرفش كان شكلي عامل كده ليه مبدئيا، وازاي بقت كده يعني، هو انا بقيت ابيض؟ في ناس فاكره الامساك براز ناشف، اسف. في ناس فاكره الاسهال براز لين. الفيديوهات اللي بتطلع لي وانا باكل اسف، ده توقيت. اذا البراز قعد في القولون اكتر من 48 ساعه عندي امساك. خلاص اذا انا اسف الأكل. انا حاضر للاسف يا جماعه، خلاص انا مش هبقى ارمي. ارجوك لا، اوعى انت بتقول ايه؟ هضطر اشيل كل البوسترات اللي على الحيطه دي، كل صور بي تي اس اللي عندي على الحيطه وهخلعها. والنبي انا كنت هبقى ارمي لاجلك، انت ازاي مش هتبقى ارمي؟ ده شكل البوسترات قبل بعد الخلق، هنبدا نخلع. لا لا للأسف. لا ما اقدرش، لا انا عايز ابقى ارمي. ولا 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 خد يلا. واد كم واحد طلع عامل فيديو ويقول مرتبط بسوزي وفي قلب، انا في قلبك، انت في قلبك. والله انت في قلبي، انا بحبك. في قلبك قلبك، لما انا مش في قلبك. اللي في قلبك قلبك، انما انا مش في قلبك سوزي الاردنيه. قلبي توكسيك محتاج يتغسل بالفينيك. عبقريه. انا ما بعرفش احب، ما ارتبطتش بحد ولا ارتبط. يا عيني خدت ترومات في حياتها خلتها، بص شفت وصلتوها لايه، اجمل بنت في العالم سوزي الاردنيه. يا عيني توصل للمرحله دي، يبقى احنا في غابه فوقه بقى. اقسم بالله اقسم بالله، لا ولا جه على سكتي اللي هتسلى بيه وهسيبه يعني. حتى بص بتحذرك يلا، ياض حتى مش خبيثه يلا، بتحذر قلبها ابيض يا كتاب مفتوح، بتقول لك لو جيت على السكه هحطك. خرب الدنيا معايا، هطلع ذنب ناس في ناس. والله يعني يا لهوي على السلكان، يعني عملتوا في البيت ايه يا جدعان؟ حرام عليكم. ايه الترند الجامد ده؟ فرحب بعمر السيسي وعمر بقى يعني اخويا اللي هيقرب لها. اعزائي المشاهدين معنا قدم الرياضي الكبير الاستاذ حسن المستكاوي. حسن بيمس المستكاوي اللي بانا فهيتكلم كده الخير. جاوبت صح. محمود البزاوي ده ايه، هيتكلم ازاي؟ في واحد عايز محمود البزاوي. احمد عاطف قطه زكه قطه. في النهارده واحد من نجوم النادي الاهلي يا صاروخين، كابتن احمد كوشري. مساء الخير.
مباراة يسعدنا ان يكون معانا كابتن علي الفيل نجم فريق فيوتشر. علي برحب بيك اون تايم سبورتس. طيب هزرنا شوية وكتير وبتاع، في بقى موضوع مضايقني اكتر من ترند السوق الشرقي وهو دودو يا قمر. شوفوا ابني الجميل التام ده، شوفوا ابني العسل ده اللي بحبه، لازم ادلعه. دودو يا قمر يا بطاطا عريانة غطينا يا قمر، دي عليها دي بانة. حلو حلو حلو. فيها مش يعني هي امه فبتقول دودو القمر يا بوتوت عريانة ايه يا بوتوت عريانة يا بوتوت عريانة غطيها يا قمر. دودو يا قمر يا بوتوت عريانة غطيها يا قمر. المهم يعني هي بتحكي قصة دودو التوتة بتاعته. فالمهم ان الناس قعدت تضحك والبنت هنا اتشهرت بقت بلوجر من الفيديو ده. مشكلتي انا ان هي بتستغل ابنها للشهرة. انا بكره اي ام او اي اب او اي عيلة بيستغل اطفالهم في الشهرة. وفي في في مثال على ده كتير قوي. وناس في منهم ناس محبوبة في وتلاقي اسمها ام محمد ام سيد ام خالد ام عادل. طول ما انتي ما بتحترميش عقلية ابنك وهو صغير فالراجل ده هيكبر بقى. هيكبر او بنتك هتكبر فهتبقى في دلوقتي ماتيريال بالهبل وهو طفل. مش انت ابن امه مش عارف ايه انت يعني. تخيل ده يكبر يخش المدرسة. مش انت دودو القمر ابو توتة عريانة. هنعمل ايه بقى في التنمر؟ وهنواجهه بقى وهنقعد نحارب بقى في التنمر معاه بقى في المدرسة. والواد يعني يعمل فيديوهات يا جماعه انا بتعرض للتنمر بسبب ام الفيديو ده. وامه بقى هتبقى ايه؟ خلاص ما عمل بقت بلوجر. امه بقت بلوجر بسبب الفيديو ده. فالناس لما هجمتها زي ما انا دلوقتي بنتقد حاجه معينه فطلعت قالت ايه؟ قصدنا بالتوته اللي هي القوره. هي بقى بتقول ان قصدها بالتوته ان هي القوره. يعني 100 مليون مصري لو وقفت طفل لو وقفت دودو نفسه في الشارع قلت له يا حبيبي يعني ايه توته؟ هيقول لي على طول المعنى الصح. هيقول لي قوره؟ انت بتضحك انت بتضحك عليا انا. دي انهي بلد دي؟ ده كفر ميت اكيد. المشكله كمان ان هي طلعت في لقاء تلفزيوني بعديها في مكالمه تليفونيه. واللي طلع معاكي في الفيديو ده ابنك الصغير. صغير دودو. طيب مش شايفه الاغنيه اللي غنيتيها له خارجه شويه؟ لا لا ازاي لا خارجه. انت يا بوتوت عريانه غطيها يا قمر. هنغطي القوره؟ لا لا مش شايفاها خارجه. لا خالص عادي. انا اصلا كنت طالعه بهزر معاه عادي زي ما بهزر معاه في البيت زي ما اي ام بتهزر مع ابنها. اي ام تهزر مع ابنها في البيت. برافو. هي قالت كده مش على التيك توك مش على البابليك. ما قلتلوش لفظ خارج. انا قلت له توتة. هي توتة دي لفظ خارج؟ هي توتة دي لفظ خارج؟ لا مؤاخذة يعني. لفظ خارج. لانه الناس عارفة المعنى يا فندم. دي معناها قورة والله. ماشي بس انا ما قلتش المعنى. انا قلت انا ما ايوه بس هو على فكرة ما هو بتتحايل اللي هو انا ما اقول انا بقى انا لا معنى ما لا انا ما قلتش توتة. ومش لازم نقول المعنى ولكن المعنى مفهوم. معنى تو اوت نلعها توتة يا بيبي. يا شيخة بقى بطلي تبرير بقى. طيب انا يعني هل مش شايفة كده ان حضرتك استغليتي ابنك استغلال خاطئ؟ ايوه ده اللي انا بتكلم فيه بقى. لا هو انا اصلا ما كنتش عارفة ان الفيديو هينزل الصور ده خالص بقى. بس ده بقى التبرير اللي هو انا والله كنت بصور الفيديو ونزلته على تيك توك وما اعرفش انه كان هايفايرال والله العظيم. انا كنت والله بصوره فيديو ونزلته على التيك توك اللي عندي فيه 100,000 واحد ما اعرفش انه هي فايرال. المنصه تيك توك المنصه الوحيده ان انت لو نزلت عليها فيديو بالغلط ممكن تاني يوم تطلع مع عمرو اديب. التيك توك الوحيد اللي انت اقسم بالله لو طلعت فيه كده بالغلط نزلت صوره ليك بالكاميرا الاماميه كده تاني يوم ممكن تبقى في موسم الرياض بتقدم ستاند اب كوميدي بسبب الفايراله اللي انت هتعديها. فانا ضد الاستغلال ده بدليل ان الفيديو ده برده لما نجح. عايز اقول لكم كمان ان في محلات وبراندات بيجيبوا بقى ايه الام وابنها يعملوا لهم اعلان. يعني انت متخيل بيشجعوها على ان انت تستغلي الطفل اكتر. شوفوا ابني العسل ده بحبه لازم ادلعه. دودو يا قمر الفرجه العريانه المانجا يا قمر يا جيلاتيه. يعني بتستغل ابنها كشهره ليها بتستغل ابنها في اعلانات. انا ضد اي حد بيستغل ابنه. ومعظم بتوع الرياكت لما طلعوا يتريقوا عليه على الموضوع ده برده ما هو ده غلط. انت بتشارك ان الولد ده لما يكبر هيتعرض تنمر بسببك برده زي مامته. فانا مع كل الدعم للطفل ده عامه. يا ريت الامهات تخلي بالها من عيالها بجد. يعني انا مش عارف نصيحه غريبه نصيحه غريبه قوي ما ينفعش تتقال. المفروض ده البديهي. تيك توك جنن الناس والله جنن السوق الشرقي والامهات وجنن. ارحمونا بقى. اوكي يا جماعه كده نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وحركه الاكسبلور. تيجي نعمل حركه الاكسبلور؟ بصوا بتتعمل كده. لا مش هعملها مش هعمل حاجه. اعملوا لي حركه الاكسبلور وصوروها لي وابعتوها لي على الانستجرام اللي هو ده الانستجرام بتاعي. واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامه. ومنشنكوا كانت لذيذه واتكلمنا على حاجات جد. انا بحب اتكلم جد وبقالي كتير ما اتكلمتش جد في مواضيع مضايقاني بصراحه. بس الفيديو الجاي ان شاء الله هيكون على الفيديو الجاي مفاجاه يا غير يا لهوي. الفيديو الجاي مفاجاه. يلا يلا انت وامنين يلا مش يلا يلا.
باي.